وانت تقابل فريق مكتمل ومجهز يعني نفسي من البداية. هذه ما يجوز يعني، ما عندك اجنبي ثالث انت طلعت من الكاس نتيجة انك لاعب ناقص وامور مثل هاي، فهاي وضعية مو مقبولة يعني بالنسبة للفريق في الدرجة الاولى. ومن فرق دبي هاي عليها علامة استفهام بعد عودة، يعني كل الامور ميسرة بالنسبة للمادة بالنسبة